الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الفيديو السابق في تناولنا لجريمة التزوير، انتهينا من انه قلنا انه التزوير الركن المادي فيه هو تغيير الحقيقة، ان يكون تغيير في محرر، وأن يكون التغيير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حصرا، وأن يكون أو يحدث هذا التزوير ضررا في الحال أو في الاستقبال أو محتمل يعني. وتناولنا تغيير الحقيقة وعرفنا، ثم تناولنا عرجنا في الفيديو السابق إلى المحرر كعنصر ثاني من عناصر مكونات الركن المادي لجريمة التزوير، ووجدنا أن المحرر عرفناه، ووجدنا أن المحرر يعني لابد من تناوله، أن نتناول مجموعة نقاط. تناولنا لزوم المحرر، أنه لازم يبقى فيه محرر، وتناولنا تعريف المحرر، تعريفه في الفقه وفي القضاء. طيب ثالثا، الشكل الكتابي للمحرر. الشكل الكتابي للمحرر، هنا بيقول لك المقرر قانونا أن المحرر لا يكتسب صفته إلا إذا أفرغ في شكل كتابي وبقصد الكتابة، وبقصد ويقصد بالكتابة كل مجموعة من العلامات ينتقل بها المعنى إلى الذهن، منذ النظر إليه، سواء كانت هذه العلامات ترمز إلى حروف هجائية للغة الوطنية، أو لأي لغة أجنبية، وسواء كانت من اللغات الحية أو القديمة يعني الميتة، في لغات ميتة يعني حدش عاد يتحدث بها حاليا يعني. وكذلك يدخل في معنى الكتابة العلامات الدالة على الأرقام، والعلامات التي تستخدم في الاختزال، والعلامات الإصطلاحية اللي هي الشفرة يعني، ما دام يوجد من يستطيع تفسيرها وفهمها. أما إذا كان يستعصي فهم مدلول العلامات على الناس جميعا، ما عدا كاتبها، فإنها تخرج عن نطاق الكتابة التي تعتبر محررا. وطبعا بيقول إنها تستوي الكتابة بالحبر وبالجاف. طبعا قضية الحبر والجاف دي انتهت منذ زمن يعني. لكن هو هنا بيوضح لنا شيء مهم، بيقول لنا انه ما يفرقش المحرر ده مكتوب بانهي لغة، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اللغة الالمانية، اي لغة، المهم انه هو يكون في حد فاهم الكلام اللي مكتوب ده. مش بس كده، ده بيقول لك لو في علامات أو أرقام أو أي حاجة، ودي أو حتى شفرة زي الشفرة اللي بيستخدموها دي في الحروب وحاجات زي كده، طالما في شخص أو عدة أشخاص قادرين على فهم الأرقام دي أو العلامات أو الشفرة دي، يبقى إحنا هنا أمام محرر. يعني لو مثلا جاني أنا كمحامي مثلا، لو افترضنا، وده افتراض جدلي طبعا يعني ما حصلش ومش ممكن يحصل، لو جاني اتنين وكتبين العقد كده بعلامات كده، مش عارف مثلث جنب منه دايرة جنب منه مستطيل جنب منه، وقالوا لي ده عقد بيع، فين يا عم الكتابة؟ انتوا كاتبينه بأنه لغة؟ باللغة العربية؟ لا مش باللغة العربية. مال دي ايه دي؟ لغة هندية؟ لا مش لغة هندية.
طب ما دي لغة ألمانية اللي هي مش لغة ألمانية، أمال ده إيه دي؟ لا دي شفرة بيننا وبين بعضينا، المثلث يرمز لمش عارف إيه. طالما هما الاتنين بيفهموها يبقى ينطبق عليه وصف محرم. بس طبعا يعني أنا كمحامي أنا مش فاهم، أنا هشتغل إيه؟ هشتغل على رموز. لكن هما مع بعض وفقا للقانون طالما فاهمين هذه الرموز وهذه العلامات وهذه الأرقام المدلول بتاعها إيه، يبقى ده محرر، وبالتالي يبقى هو أحد العناصر المكونة للركن المادي في جريمة التزوير. يعني مثلا لو المثلث يرمز إلى قيراط أرض مثلا، ولكن الدائرة ترمز إلى قيراطين، تمام؟ فشال المثلث وحط دايرة، يبقى ده إيه؟ برضه كده تلاعب في المحرر، رغم إنه ده ما هواش مكتوب بلغة، ولكن مكتوب بمصطلحات وبأرقام وبعلامات وهم الاثنين بس اللي يفهموها، او اذا كان في اخرين يبقى ده ينطبق عليه وصف المحرر الذي تقوم به جريمة التزوير اذا ما تعرض الى تغيير في الحقيقة. وزي ما قلت هنا بيتكلم تستوي المادة المكتوب بيها الجاف ولا الحبر، طبعا دي قضية انتهينا منها من زمان خالص. بيتكلم برضو في الجزء الرابع على نسبة المحرر إلى من صدر عنه، نسبة المحرر إلى من صدر عنه، وده جزء مهم في الموضوع. بيقولك يشترط لوجود المحرر قانونا تحديد من صدر منه، وهنوضح يعني ايه تحديد من صدر عنه. فإذا حدث أن تعذر أو استحال ذلك تجرد المحرر من صفته وأصبح مجرد كتابة خالية من كل معنى قانوني، لأن الكتابة التي لا تفصح عن شخص صاحبها لا تحظى بأي حماية من جانب القانون الجنائي. طب ايه معنى الكلام ده؟ هيوضح لنا ور. وليس المراد بصاحب الكتابة من خطها بيده او قام بطبعها وانما المراد به من عبر عن مضمون المحرر، اي من عبر عن الفكر الذي يحتويه المحرر، سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا. هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب انت افرض يعني احنا بنكتب الورق في عند اللي بيكتبوا على الكمبيوتر، تمام؟ في ورقة مكتوبة بالكمبيوتر او حتى مكتوبة بخط اليد، لكن مفيش على الورقة دي، يعني هنفترض ان الورقة دي عقد بيع او عقد ايجار، مكتوب سين اجر لصاد وقيمة الايجارية ومكتوب كل حاجة، سواء مكتوب بخط الايد او مكتوب بصرف النظر مين كتبه، او مكتوب بايام الاله الكاتبه بالاله الكاتبه، او مكتوب بالكمبيوتر زي ما هو موجود حاليا. العبره مش انه يبقى عندنا محرر مكتوب، لكن العبره الى امكانيه اسناد هذه الكتابه لشخص، لانه القصه مش في القصه في او الموضوع مش موضوع ان يبقى عندي محرر، الموضوع موضوع ان يبقى عندي الفكر الذي يحتويه المحرر، الفكرة نفسها. ايه الفكرة؟ الفكرة انه حصل عقد ايجار او حصل بين فلان وفلان
او حصل عقد بيع بين فلان وفلان، فاذا لم نستطع ان احنا نتبين او نستوضح او نسند هذا المحرر لشخص من اصدره، يبقى هنا ما ده ملوش اي قيمة، ولا يعتبر هنا المحرر جزء من او عنصر من العناصر الاربعة المكونين للركن المادي في جريمة التزوير. يعني ان ما مضاش المؤجر حتى لو مكتوب اسمه، يعني مكتوب احمد محمد علي سيد، طيب احمد محمد علي سيد ده اجر لحسنين محمدين مش عارف، تمام، لكن لا ده ماضي ولا ده ماضي، يبقى احنا كده هنا مش امام محرر تقوم به جريمة التزوير اذا ما حدث تغيير في الحقيقة. لابد ان يكون هناك امكانية لاسناد هذا المحرر لمن اراد ان يضع فيه فكرة، يضع فيه فكرة. الجزء الخامس في المحرر اللي هو ايه؟ مضمون المحرر. مضمون المحرر يقول لك هنا: اذا توافر الشكل الكتابي للمحرر على النحو السالف فانه يظل يفتقر الى المضمون، يفتقر الى المضمون، فلا يمكن ان توصف الورقة ولو كانت مكتوبة بأنها محرر بالنسبة لأحكام التزوير إلا إذا اكتمل مضمونها بأن تفيد معنى مترابطا له دلالة في نظر القانون. يبقى ده جزء مهم جدا، ألا وهو إيه؟ ال 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 الورقة أو المحرر لازم، الله أكبر، الله أعظم، العزة لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول. هنا بيتكلم عن أنه المحرر لابد أن يكون إيه؟ ليه مضمون، وأن يكون هناك معنى مترابط، معنى مترابط في نظر القانون. يعني إيه؟ يعني ورقة تلاقي مثلا ربعها بيتكلم على عقد بيع، والربع الثاني بيتكلم على عقد إيجار، والربع الثالث بيتكلم على هبة، والربع الرابع بيتكلم على تبرع. طب هو العقد ده إيه بقى؟ ده نسميه إيه؟ عقد بيع ولا عقد إيجار ولا هبة ولا تبرع ولا مين بالظبط؟ لابد انه يبقى في ترابط. يعني من اول كلمة، من اول كلمة في الورقة في المحرر لغاية اخر كلمة لازم يبقى في وحدة، في وحدة في المضمون، بحيث اني انا كقارئ لهذه الورقة بعد ما اقراها وانتهي من قراءتها اخرج من قراءتها بمضمون، واقول والله دي عبارة عن عقد بيع أو عقد إيجار أو رهن أو تبرع من فلان إلى فلان. لكن إني ألاقي حاجة كده لخبطيشا في بعضها، جزء بيتكلم عن إيجار، جزء بيتكلم على بيع، جزء بيتكلم على هبة، جزء بيتكلم على رهن، يبقى ده هنا إحنا ده مش محرر أصلا، ده ناس بتهزر، ناس بتهزر. يبقى ده لا يصلح في هذه الحالة أن يكون المحرر أو المحرر عنصرا من عناصر أو مكونا من مكونات الركن المادي لإيه؟ لجريمة التزوير. طيب ماهية المضمون؟ هو استغرق هنا في المضمون. أنا دايما يعني حتى بحاول يعني لما أعرض على حضراتكم أعرض الأجزاء العملية، لأنه يعني في أمور فقهية ويتقال الفقه في مصر والفقه في فرنسا، الكلام ده كله جميل جدا ورائع، لكن يعني هل من المنطق أو المعقول أن الواحد يروح قدام القاضي
يقول له والله اصل الفقه الفرنسي بيقول كذا وكذا. فانا بحاول ان انا يعني ايه اركز على الجانب العملي علشان يبقى انا باذن الله نجحت في ايصال المعنى القانوني لابناء شباب المحامين وبرضو محبين الثقافه القانونيه من غير دارسين القانون، يبقى انا نجحت في توصيل المعلومه اليوم. فهنا هو بيتكلم، احنا في الجزء اللي فات اتكلمنا على ان مضمون المحرر، هنا بيتكلم عن ماهية المحرر. فبيقول ايه؟ بيقول يجب ان يشتمل مضمون المحرر على سرد لواقعة او تعبير عن ارادة من شأن المحرر اثباتها او مما اعد المحرر لاثباتها. فاذا لم تتضمن الورقة سردا لواقعة او تعبيرا عن ارادة اعدت لهذا الغرض فلا تعد محررا باي حال من الاحوال. هو بيقول لك يعني او مما اعد المحرر لاثباته، يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه. يعني لما نراجعه تاني يقول لك يجب ان يشتمل مضمون المحرر على سرد الواقعة او تعبير عن ارادة في شأن في من شأن المحرر اثباتها. زي ما انا قلت كده ان لازم يكون في، يعني هو الماهية هنا تشبه المضمون. ليه؟ لان احنا قلنا المضمون لازم يكون مترابط وذو مدلول واضح. نفس الامر الماهية، الماهية انه هو كل الفرق ما بينهم انه هو بيزيد التأكيد في ان ماهية المحرر يجب ان تشتمل على المضمون وعلى سرد الواقعة او تعبير عن ارادة. وده طبيعي، ده طبيعي. يعني ورقة احنا مش عارفين عقد بيع ولا ايجار ولا رهن ولا هبة ولا، لازم دي مش هتبقى محرر، دي هتبقى ناس بتجرب قلم، ناس بتتعلم كتابة، ناس بتهزر. لكن ماهية المضمون لازم يكون واضح، نقرأ الورقة نعرف منها مضمونها وماهية مضمونها. هنا بيوضح أكتر، بيقول لك وبمعنى آخر فإن مناط الحماية في المحرر أن يكون مضمونه ذا طابع قانوني، أي يتضمن حقيقة قانونية. فإذا لم يكن له أثر في المجال القانوني فإنه لا يعد مجرد محررا بالمعنى الذي قصده المشرع في باب التزوير. الحتة دي مهمة وأنا عايز أوضحها لحضراتكم. الأثر القانوني بقى، إيه الأثر القانوني؟ يعني النهاردة أي عقد ايا كان نوعه، بيع، عش، رهن، ايجار، هبة، اي عقد بيحدث اثر قانوني. يبقى المحرر هنا اللي يعتبر جزء او عنصر من العناصر المكونة للركن المادي في جريمة التزوير، المحرر عشان يعتبر كذلك لابد ان يحدث اثرا قانونيا. لكن لو لقينا ورقة مثلا واحد باع الجواب، واحد باع الجواب لوالده أو لوالدته أو لأسرته عموما، وبيعبر لهم في هذا الخطاب عن مشاعره وعن كيف هو يفتقدهم في الغربة وكيف يشتاق إليهم ويسأل عن أحوالهم، هل هذا الخطاب يحدث أثر قانوني؟ لا، لا يحدث أثر قانوني. يبقى المحرر اللي هو نقدر نعتبره أحد عناصر أو أحد مكونات الركن المادي في جريمة التزوير هو ذلك المحرر الذي يترتب عليه أثرا قانونيا. أي محرر تاني، يعني مش أي محرر نمسكه نقول انه ده يصلح انه يكون محل لجريمة التزوير،
سواء تزوير في أوراق رسمية أو عرفية. هنا بيتزيد في أنه يعني بيتكلم عن مادة المحرر لا تدخل ضمن عناصره. مادة المحرر يعني يقصد إيه؟ يقصد يعني أنت كاتب المحرر على إيه؟ كاتبه على ورقة فلوسكاب، ورقة مش فلوسكاب، كاتبه على حتة كرتونة، كتبوا على اللي كتبوا. زمان كانوا بيكتبوا على ورق البردي، بيكتبوا على جلود الحيوانات، مش عارف ده. يعني هذه مسألة يعني أعتقد أنها هي مسألة يعني زيادة في التوضيح، ولكن في وقتنا الحالي يعني هل نتصور أن في حد هيكتب عقد بيع أو إيجار على جلد غزال؟ يعني مش معقولة. يعني هو يعني كل حكاية عايز يقول لنا ان الوعاء نفسه اللي كتب فيه المحرر ده لا يدخل، يعني ملوش تأثير في المحرر. المهم ان يكون المحرر ذو يعني واضح مترابط في دلالته ومحدثا لأثر قانوني. اما بقى انه يتكتب على جلد غزال ولا فروة أرنب ولا ما أعرفش إيه ده، هو يعني عايز يقول لنا إنه ده وده طبيعي. وبعد كده يعني مين هيكتب؟ فهي دي يعني من دايما كتب الفقه كده بتحب تستوضح الأمور من جميع الجوانب. فأنا كده انتهيت مع حضراتكم في تغيير الحقيقة كأول عنصر من العناصر المكونة للركن المادي في جريمة التزوير، ووضحناه تماما. وضحنا أيضا المحرر، يعني وضحنا وما زاد عن ذلك. فهي يعني إيه، يعني مش عايز أستغرق بحضراتكم في جدل فقهي ومش عارف إيه والكلام ده. احنا يعني عايزين ندخل في الموضوع بشكل عملي ان شاء الله. باذن الله في الفيديو القادم هنبدأ باذن الله تعالى في العنصر الثالث. يبقى احنا خدنا او تعرضنا مع بعض بالبحث في العنصر الاول اللي هو تغيير الحقيقة في المحرر، وتعرضنا بالبحث إلى المحرر نفسه. فاضل نقطتين من أو عنصرين من العناصر المكونة للركن المادي في جريمة التزوير، اللي هي الطرق التي نص عليها القانون أن يحدث التزوير بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وأن يكون هناك ضرر حال أو محتمل. فبالتالي إحنا إن شاء الله إن أراد ربنا سبحانه وتعالى في الفيديو القادم هنتحدث على العنصرين المتبقيين من العناصر الأربعة المكونة أو المكونة معا يعني للركن المادي في جريمة التزوير، علشان بعد كده نبتدي ننتقل إلى الركن المعنوي ونسترسل في تكملة التزوير حتى نهايته، لأنه إن شاء الله هذه الفيديوهات مخصصة للتزوير من الألف إلى الياء، من البداية إن شاء الله حتى النهاية. وإن شاء الله ألقاكم على خير وصحة وسلام، وإلى فيديو قادم ولقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.